هذاك الحرامي. المهم يوم رفعت راسها لا والله ان الحرامي واقف عند درت انه حرامي. قالت يا ولدي الله يحييك، انا والله داريت ان ما انت بحرامي، وانا ادري انك محتاج، لكن يا ولدي في الدرج هذا ذهب وفي الدرج هذا فلوس، خذ اللي تاخذ وخلي اللي تخل. قال بيض الله وجهك يا عم، ويبيض الله وجهك يا خاله. هو يروح يفتح الدرج لا والله الذهب موجود، وهو ياخذ، وهو ياخذ الفلوس. قالت يا ولدي قبل تمشي انا طالبتك. قال اطلبي يا خال. قالت عندي حلم ودي تفسر لي. قال افسر لك 10 احلام ما بحلم واحد. قال وش عندك؟ خير ان شاء الله، رأيتي خير. قالت رأيت يا ولدي اني امشي على البحر، ولاني يوم جريت وانا اجري وهي تنثني رجلي، يوم انثنت رجلي وهي تعورني وانا اصيح يا محمد يا محمد يا محمد، ممداها تنادي ثالث اسم ان ولدها كبر الفيل عند الباب، ويمسك الحرامي ويمغطه ويضربه ويضربه. قالت امه خلاص لا تضربه. قال لا والله اضرب يا محمد، وانا محرامي ولا مفسر رؤى، الله لا يضربني.